كنا نشاهد ذوينا عيطنا عمي ف الجنازة تاع بابا دفنوه في البقيع وكان معاهم البعثة تاعنا تاع عين مران من بينهم الإمام تاعنا كثر خيره. وش نقول لك بابنا كان صحيح ما فيه والو راح مع عادي جدا وربي يرحمه. صلى الفجر في المسجد النبوي الشريف وفى مورا صلاة مباشرة جانا الخبر تاعو من عند عمي كان هما على 4:30 الصباح قال لي أخي توفى الله يرحمه الله يرحم راح مع الوالدة وعمي ومرت عمي والجماعة تاع بلدية عين مران الله يرحمه ويوسع عليه. كان أول حاج جزائري توفنا والله والله لم أستطع أن أعبر إنه أخي وزميلي والله ما أستطيع أن أعبر شيء إنه لفي شفاعة رسول الله اللهم ارحمه اللهم ألحقنا به يا رب اللهم ألحقنا به يا رب نتمنى هذا الموت قاعد نتمنوها. ملتزم هنا بالأوقات الصلاة هنا يوميا من الفجر حتى العشاء وقائم هو كان مع رئيس اللجنة في الجامعة هنا تاعنا وكل الناس قاعد واقفين معه يهدروا بالخير وهذه حسن الخاتمة تاعه. أي مساجد يمشوا له ويخدم فيه يخدم فيه يعاون فيه بالشيء اللي كان يعاون فيه قال الحوايج تاع الخير يسمع فاني بمريض ولا واحد انسان فقير ولا قال لي تفضل لي فاني يتمشى لي.